والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله we'll start with the recitation of future حافظ and قارئ إن شاء الله in the future إن شاء الله. Make dua for him. عمر علي. سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من تق العلم فاز حدائق وأنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء بك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات to another recitation inshallah from Hafiz Ammar Muhammad inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم تكبير جزاك الله خيرا